بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم من جديد. مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز تنطلق بمشيئة الله تعالى بدءا من الخميس 17 أكتوبر 2019. فعاليات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية على أن تؤجل مباراة اليوم الرابع من هذه الجولة اليوم 4 نوفمبر، اليوم الأول الخميس 17/10/2019، ويشهد 4 مواجهات. يلتقي نادي مصر مع الجونة، وإنبي مع الإنتاج الحربي، ومصر للمقصة مع المصري، وبيراميدز مع سموحة. مباراة نادي مصر والجونة تقام على استاد الكلية الحربية في 6:00 عصرا بتوقيت القاهرة. مباراة إنبي والإنتاج الحربي تقام على استاد بتروسبورت في 5:30 مساء. أما مباراة مصر المقصة والمصري فتقام على استاد الجيش بالسويس في 5:30 مساء. مباراة بيراميدز وسموحة تقام على استاد الدفاع الجوي في 8:00 مساء بتوقيت القاهرة. اليوم الثاني الجمعة 18/10/2019 يشهد 3 مواجهات. يلتقي المقاولون العرب مع أسوان، والاتحاد السكندري مع وادي دجلة، والإسماعيلي مع حرس الحدود. مباراة المقاولون العرب وأسوان تقام على استاد المقاولون العرب في 6:00 عصرا. مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة تقام على استاد الإسكندرية في 5:30 مساء. الإسماعيلي وحرس الحدود تقام على استاد الإسماعيلية في 8:00 مساء. ثالث أيام وجهات هذه الجولة السبت 19/10/2019، والذي يشهد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي في 8:00 مساء بتوقيت القاهرة. رابع أيام هذه الجولة مباراة تم تأجيلها ل 4 نوفمبر 2019، حيث يلتقي طنطا مع طلاع الجيش على استاد طنطا. في النهاية بشكركم مشاهدينا متابعينا، ولا تنسوا دعمنا بعمل لايك للفيديو والاشتراك معنا في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.